أنا حسام سويد من مدينة الباب، عمري 30 سنة. بقيت مع تنظيم الدولي طوال سيطرتهم على مدينة الباب. من أحد القصص اللي صارت معنا هون في مدينة الباب، يمسكوا مدنيين أو عناصر جيش حر أو أي شخص يكون متهم بالردة بالعمالة بأي شيء، يقتلوه يعني يعلقوه على دوار سنتر. يعني معروف هون عنا في مدينة الباب يعني دوار سنتر مشهور، يعني عنا هون في مدينة الباب يقتلوه يعلقوه مثلا ثلاثة أيام بعد ما تطلع ريحته، يعني تطلع يعني الجثة إلى فترة معينة، يكون دنيا صيف تطلع ريحته من أول يوم. يجوا لعنا لهون على المركز ويخبرونا إنه في جثث تشيلون، يعني تشيلون تاخذون على المكب النفايات ترمون، يعني ما يقولوا لنا ليش، ما نقدر نقول لهم مثلا ناخذ ندفن كذا، خلص كبوهم بالنفايات ترجعوا. هذا يعني اللي صار هون احد القصص. اكثر شيء يعني دوار سنتر دائما يعني موجود هنيك، خلق معلقه بتهمه الردي بتهمه العمالي قصاص، يعني اي شيء يكون متهمينه لهالشخص هذا، مدني عسكري، يعني ايش هالشخص هذا متهم، بقتلوه بيصلبوه 3 ايام وبعدين نشيله ونكبه من النفايات.